الاكستنسور ريتيناكولم دي ثيك فايبرس باند هنا اهي which extend obliquely across the back of the wrist. يعني ادي ثيك او كوندنسيشن من الديب فاشيا، ثيك فايبرس باند او كوندنسيشن من الديب فاشيا اللي هي على الباك اوف ذا ريست جوينت، اكستند اوبليكلي من على الباك اوف ذا ريست جوينت من الالنا للايه للريدلز. الاتشمنت بتاعتي قال لك نمره واحد ستايلويد بروسيس اوف ذا الالنا، وبعدين ده ميديالي، وبعدين في عظمتين بتوع الكاربال بونز اللي موجودين ميديالي، فهنا في البيزي فورم بون و التراي كواترال بون، يبقى هنا في البيزي فورم وتراي كواترال بون، ادي دول ميديالي، يبقى ميديالي سايلود بروسيس اوف ذا النا ان اديشن تو ذا تراي كواترال اند بيزي فورم بونز. لاترالي هنا ايوه الانتيرور بوردر اوف ذا لور اند اوف ذا راديوس، ادي الراديوس اهي بتلف لقدام اهي الديب فاش، بتمسك هنا اهو الاكستنسور ريتيناكولم في الانتير بوردر اوف ذا لور اند اوف ذا ايه الريديس. السوبرفيشال ليها للاكستنسور ريتيناكولم ده ايه الحاجات اللي بتمشي سوبرفيشال ليها؟ يعني انا طبعا انت عارف ان الاكستنسور ريتيناكولم دي فايدتها انها كيب ذا اكستنسور تندونز، يعني التندونز بتاع الماسلز اللي هي اكستندد keep the extensor tendon in contact to the rest during movement. يعني التندونز دي اللي بتبقى ماشيه هنا عشان لما اجي احرك الريست ما تتحركش معايا، دي بتخلي دي اللي بتزنقها في البونز بتاعه الكاربال بون والريست الاكستنسور ريتيناكولم. فدي بيقول لك keep the extensor tendons of the wrist in close contact to the bone during movement of the wrist joint. عرفنا الاتاشمنت بتاعتها الميديالي الستايلويد بروسيس والتراي كواترال والبيزي فورم ولاترال الانتير بوردر اوف ذا ايه راديوس. سوبرفيشالي في ايه وديب في ايه؟ قال لك سوبرفيشالي في الحاجات اللي موجوده في السوبرفيشال فاشل، فقال لك على اللاترال سايد المفروض ان انا بلاقي بدايه فين اسمه سيفاليك فين، يبقى بيبقى في فين هنا سوبرفيشالي اسمه سيفاليك فين، وبعدين على الميديال سايد بيبقى هنا في فين تاني اسمه بيزاليك فين، بداية فين اسمه بيزاليك فين. هنا في الحتة دي الراديال نيرف التيرمينال برانشز بتاعته بتبقى موجودة عشان تبتدي تعمل ديستريبيوشن تدي نيرف سبلاي للفينجرز، يبقى لاترالي السيفاليك فين والترمينيشنز اوف ذا راديال نيرف وميديالي البيزاليك فين. طيب الكلام ده كله ده سوبرفيشال، امال ديب في ايه؟ قال لك دي بتنزل سبتي او فايف سبتا. هنا السبتا دولت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بينزلوا يمسكوا على الدورسال سيرفيس اوف ذا ريديوس والدورسال سيرفيس اوف ذا النا، نازلين من الاكستنسور ريتيناكولم وجايين يقسموا الاكستنسور ريتيناكولم لستة كومبارتمنت، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، اربعة كومبارتمنت على الراديوس، ادي اربعة كومبارتمنت من الستة على الراديوس، واحد كومبارتمنت على بين الراديوس والالنا، وواحد كومبارتمنت على الدورسال سيرفيس اوف ذا الالنا. يبقى انا عندي في الاكستنسور ريتيناكولم هلاقي ان ليه ستة كومبارتمنت، اربعة كومبارتمنت على الراديوس، واحد على بين الريديوس وبين الالنا، وواحد على الالنا.